مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية استضاف احتفالية فنية بمناسبة مرور عام على سلسلة أرواح في المدينة، وده اللي بينظمها بيت المعمار المصري بالتعاون مع برنامج القاهرة عنواني للكاتب محمود التميمي. حضر الاحتفالية مجموعة من الكتاب والفنانين. خلونا نتابع في التقرير ونرجع لحضرتكم مرة تانية. والله انا مبسوط النهارده من الندوه، وبشكر الاستاذ محمود التميمي على جهده في ارواح في المدينه. استعاده لذكريات جميله، وبيحضر لها حوايج حلوه قوي، وبعدين بيختار المواضيع مرتبطه بالاماكن والذكريات، بتبقى مختلفه. بصراحه الندوه دي مختلفه، يعني هو مؤمن جدا بفكرته، بيعمل رؤيه خاصه بيه، يعني شديده التفرد وشديده الخصوصيه عن القاهره وعن ارواح في القاهره. انا بحس ان كل واحد فينا من الحضور بيروح وفي يعني في شيء عالق في وجدانه من ارواح في المدينه. يعني انا في حاجات كتير قوي من اللقاءات والليالي لسه بفكر فيها. انا بروح البيت ساعات كتير قوي اعمل سيرش على حاجه معينه. يعني كان اتكلم مره عن كتاب اسمه درام القاهره، كتاب قديم جدا لمحمد سيد الكيلاني، رحت انا عملت له داونلود وقريته. كتير قوي حاجات بنعرفها من في الارواح ما كناش نعرفها خارج جدران هذه القاعه. هي كانت ليله جميله جدا، لانها عرضت اللي حصل كله في السنه اللي فاتت، اللي كل شهر محمود بيعمل زي اجتماع كده، وبنجتمع كاننا اسره بنتكلم على الحاجات اللي حصلت في السنين اللي فاتت، في يعني بدايه من بدايه القرن يعني لحد دلوقتي. فهي كل يعني الحقيقه كانت اجتماع كويس قوي، وشفنا يعني مدام لبنى عبد العزيز كانت مشرفه وكانت منورانا، وهي الواحد من الناس اللي الواحد بيحب جدا يشوفها، وبيحب ان الناس دي لازم تتكرم في حياتهم. فالواحد بيحب ان بيشوف تقدير الناس وحبهم لشخصيه زي لبنى عبد العزيز. في منها كتير، في زيها كتير، يا ريت يتكرموا هم عايشين قبل ما يعني ما نندم، قبل ما نندم على ان احنا نخسر ناس زي كده. انا حاسس اني نجحت، وده شعور جميل. نجحت في تكوين اسره على مدار سنه تملى مسرح بيشيل حوالي 250 300 واحد، لما يبقى مليان لدرجه الناس تقعد على الارض في وقت زي ده، في يوم زي ده، في دنيا حر، في الناس رايحه الساحل ولا رايحه مصيف، الناس تيجي وتبقى حريصه تشاركني في احتفال ارواح في المدينه بذكرى اولى لانشاء المشروع. اعتقد ده شعور جميل بحمد ربنا عليه، لانه الرساله الثقافيه لما توجهها وتلاقي متلقي هو ده النجاح. لكن ياما ندوات بيبقى نخبويه، يعني بيعملوا الندوه بيحضر صف ولا صفين، بيحضر 20 30 واحد وانتهى الامر. لكن ان يكون في النجاح ده بالعدد ده من الناس، ده معناه انه احنا بخير. يعني لما تبقى عايز تحكم على المجتمع لازم الاول تكون عملت اللي عليك وتوجه رسالتك صح للمجموعه الصح، تستهدف المجموعه الصح، وهنا تقدر ان انت تقول المجتمع بخير ولا مش بخير. الرساله بتاعتي من اللي بعمله ده ان احنا في بلد عظيم، عظيم بتاريخه وعظيم ايضا بما يستطيع ان يفعله في مستقبله، ولكن ان احنا نبقى قد تحديات الحاضر، مش نتعامل مع الامر باعتبار انه كل المشاكل لا حل لها ويعم الياس. ده غلط، لانه احنا عندنا تاريخ عظيم، شفنا اكتر بكتير من اللي احنا ممكن نكون عايشينه من تحديات دلوقتي وعديناها. وبالتالي لما نشوف تاريخنا ونعرفه صح، ندرك قد ايه احنا بلد عظيم، ندرك قد ايه احنا شعب قادر على الفعل، وندرك الاهم من اهم من كده ان تراثنا ده محتاج حمايه ومحتاج من يراعيه. ما ينفعش يهمل، ما ينفعش يتساب. تراثنا بالمعنى المادي وبالمعنى اللامادي، حكايات الابطال، حكايات الناس اللي اضافوا، الارواح التي ظلت واستمرت واستقرت لان هم عملوا حاجه نافعه في البلد دي. غادرت الاجساد لكن الارواح مستقره. احنا شغلتنا نستحضر هذه الارواح ونوري الناس جمالها ويتفاعلوا معاها، واللي عايش من الناس اللي اسهموا زي مثلا لبنى عبد العزيز يجي ويشوف التقدير في عيون الناس بدل ما قاعد في بيته. ما ينفعش احنا امام لو كل يوم يتعمل تكريم اللي زي لبنى عبد العزيز، فهذا واجب علينا وفرض علينا، وهذا اقل من حقها.